رامي استرعى انتباهي موضوع جدا خطير. الصين تعامل الإسلام كمرض نفسي والمسلمين كمريضين نفسيين، والدولة تضع المسلمين في معسكرات الاعتقال وتتسبب في أضرار نفسية حقيقية في هذه العملية. تخيل. ويجب هنا بالتحديد مسألة الإيغور، هو الأقلية، هي بالضبط. الأقلية المسلمة في الصين هي الإيغور، يعني لازالت تتعرض للاضطهاد هذه الأقلية المسلمة في الصين. وحتى نلاحظ الآن ردود الأفعال والتقارير الإعلامية وحتى يعني ردود الأفعال من الحكومات الأجنبية ومن الأمم المتحدة على عكس ما كان في الفترة الماضية. هناك يعني اهتمام بهذه القضية بعد أن كانت يعني ربما لا أحد يسمع بها مؤخرا جدا. أصبح الاهتمام. نعم هناك يعني أنت رامي، الأقلية هذه اللي ساكنة في بالضبط هي تحديدا هنا طلعتها في شينجيانغ في تركستان، إقليم تركستان الشرقية. بالضبط. أصبح بالضبط كأنه سجن مفتوح بالنسبة للإيغور. هذا طبعا الاحتلال الصيني إلها من عام 1949. تخيل بسنة 1949 كان عدد المسلمين بهذه المقاطعة 97%، الآن اليوم كم أصبح؟ أصبح ناقص إلى تقريبا 45% بسبب الاضطهاد الموجه منه. ويعني هذه المعسكرات هناك التي تحدثت عنها، هل تعلمين العدد كم وصل الآن؟ عدد المسلمين المعتقلين أكثر من مليون، أكثر من مليون شخص. وحتى أن السلطات الصينية تقوم بملاحقة حتى الإيغور الأقل، يعني المسلمين الإيغور خارج حتى الصين، وتقوم بترهيبهم وتهديدهم وباعتقال عائلاتهم. يعني مثل ما قلت في البداية، الزخم الإعلامي ازداد يعني في الفترة الأخيرة، وردود الأفعال من منظمات الحقوقية من الأمم المتحدة، وهذا ما جعل السلطات الصينية تبرر. ففي البداية هي أنكرت تماما هذا الموضوع، ومن ثم تدرجت في التبرير. قالت من منذ البداية أنه لا وجود لهذه المعسكرات، ثم قالت أنها تحارب هناك شيء حتى طريف، بعض الشيء الحجة. الحجة، ما هي الحجة؟ الحجج. نعم هناك كثير من التفضل هناك إذا كان الحجة. تخيل رامي أنه بحجة أن الدين يغذي التطرف. نعم. تخيل. نعم. الحجة حتى قبل ما أن تتحدث الصين، قبل أن نصل إلى نقطة مثلا الدين. نعم. الصين قالت أنه هذه المراكز هي مراكز تدريب، وهي تقوم بتكوين هؤلاء الأشخاص لكي يعني تقوم بتدريبهم لإعدادهم للحياة المهنية. نعم. يعني تصوري هذه الحجم يعني. بالإضافة إلى اللي ذكرته أنت رامي، تخيل الحجة والذريعة الكاذبة السذجة كيف كانت؟ كانت أنه بحجة القرابة التوأمية يجلسون ويعاشرون المسلمين مع الملحدين بهذه الحجة أنه القرابة التوأمية، بالإضافة إلى التغيير يريدونهم أن يؤثروا عليهم. مضبوط. ممارسة غسيل الدماغ وممارسة. وهي حتى السلطات الصينية مثلا بدأت تبرر هذه المسألة وتقول مثلا أنها تحارب الإرهاب، يعني بعد أن تخلت عن مسألة أنها مراكز مهنية إلى آخره، تحدثت على أنها يعني في إطار مكافحة التطرف والإرهاب. ولكن حتى عندما يتم مواجهة المسؤولين الصينيين بمسألة مثلا الأشخاص، هؤلاء الأشخاص مثلا ليسوا بمتطرفين، ليست لديهم علامات التطرف، ليسوا بإرهابيين، فلماذا تعتقلهم؟ فماذا تجيب؟ تقول أنها تقتلع التطرف من جذوره وتريد أن تقضي على المتطرف داخل كل شخص مسلم من أقلية الإيغور. وتخيل أقلية الإيغور اللي هاجرت خارج الصين أيضا رامي، راحوا إلى آسيا الوسطى، راحوا إلى تركيا، إلى دول أخرى. السلطات الصينية تلاحقهم حتى هناك وتحاول بقدر الإمكان سواء الإيغور اللي داخل الصين أو خارج الصين بأخذ جوازات سفرهم. تخيل إلى هذا المستوى. حتى عملية الاعتقال يعني التي تقوم بها السلطات الصينية هي في حتى رسالة غير مباشرة لصيني الخارج والإيغور الخارج، حتى تقوم ترهيبهم وترهيب عائلاتهم يعني. وتسمي حتى هذه العملية بإعادة البرمجة، يعني تقوم بإعادة برمجة عن طريق يعني أساليب وحشية يعني في غاية من الوحشية. مثلا ترغمهم على أكل لحوم الخنزير، يعني قواعد الإسلام مثلا المحرمة، تقوم يعني ترغمهم على بطريقة استفزازية يعني بحتة، ترغمهم مثلا على شرب الكحول، ترغمهم على أكل لحم الخنزير، تمنعهم من أداء شعائرهم الدينية. أزيدك من الشعر بيت، شهر رمضان يمنعون من الصوم. تخيل الإسلام. نعم. أيضا أي مظاهر للإسلام، كون أنه الرجل مثلا ملتحي ممنوع، أكيد. المرأة تلبس الحجاب أو ممنوع. منقبة أيضا ممنوع. حتى يعني حتى الآن نتحدث على مسألة المرض النفسي روناك التي تحدثت عنها منذ البداية، الآن صارت تصنف الصين يعني الإسلام في حدينا حتى كديانة وكاعتقاد كمرض نفسي، وتقوم يعني بإدخال هؤلاء الإيغور هذه الأقلية إلى مستشفيات مراكز يعني علاج نفسي. نعم.
ماشي. والمفارقة العجيبة يعني هؤلاء الأشخاص يعني يدخلون في صحة نفسية جيدة ويخرجون من هذه المراكز يعني العلاج النفسي، بالعكس يخرجون يعني يصابون بعدة يعني المفعول العكسي يعني. وحتى يعني هذا الأمر بما أنه حتى أفراد عائلاتهم ومقربون منهم يعني عندما يرون هذه النتائج على أقربائهم يصابون هم أنفسهم بأمراض نفسية. مفعول عكسي هو هذا اللي تريده الحكومة يا رامي. تخيل، سمعت أيضا أئمة الجوامع والمساجد في الصين يجبرون على الرقص بذريعات أنه الله لا يعطيكم رواتبكم، أنتم مجبرون مجبرين على على الرقص. أيضا هنا أريد آسف على مقاطعتك، أريد أن أشير أن الصين خلافا لمسألة الدين هنا، طبعا نحن ذكرنا أن مسألة الدين وتعتبره السلطة الصينية كيعني مرض نفسي وتريد استئصاله واجتثاثه، هناك أصل يعني خوف السلطات الصينية من مسألة العرق، عرق هؤلاء الإيغور الذين هم في تركستان الشرقية منذ قديم الزمان. تخاف من رغبتهم في الانفصال أو الاستقلال. يعني هاجس السلطات الصينية الحقيقي هي في خوفهم، يعني خوف السلطات من استقلال هذه الأقلية، أقلية الإيغور. وحتى أن هذه المسألة طرحت من قبل لأنه مسألة الدين مثلا، لأنه هناك تقارير ذكرت لأنه ليس فقط الدين الإسلامي هو المستهدف فقط، فنذكر في أول سنوات الألفين الفالونغونغ هي كذلك يعني اعتقاد يعني من الديانات الكثيرة الموجودة في الصين. قامت الصين يعني بملاحقتها في أوائل سنوات الألفين وقامت بنفس الطرق، أدخلتهم إلى مستشفيات يعني علاج نفسي إلى آخره، يعني قامت بنفس الأساليب. هي وسائل ترهيب واضطهاد بأبشع الوسائل وبذرائع سخيفة وبحجج. هناك رغبة في أن تنصهر هذه الأقليات وتتماشى وتتماهى مع النظام الحاكم أو السلطة، تجبر إلى ترك الإسلام كما حدث الآن ويحدث في الصين. تخيل رامي عدد من الجوامع في تركستان تم هدمها، جوامع بكاملها تم هدمها بذريعات وبحجة إنه المسلمين لا يدخلونها، لا يؤدون شعائر الإسلام، ولهذا يعني ليش هي متواجدة، خلينا نهدمها. نحن نتابع هذا الموضوع على كل وننتظر التطورات يعني نتمنى أن حل هذه، ففعلا هناك اضطهاد تسليط الضوء عليها أكثر. أكيد. هذا ما نتمنى من وسائل الإعلام. شكرا رنك. شكرا رام.